ملتزما التقيد بأنظمة الجمعية الدولية ودستورها. شك انه الحاكم الجديد نبيل الروس رح يكون عنده جهد كبير لتعزيز نشاطات اللايونز بهالمنطقة بالذات. الله يوفقه، وانا اكيد انه هو قد الحملة وبيعرف اكتر واحد تاريخ اللايونز، مارس فيه من مدة طويلة، وتاريخه مثل ما بقول بدل بكرة على مستقبله اي نجاح.